ايه سبب اتخاذ عبد الله عبد السلام لقرار الاعتزال؟ والله انا خدت قرار اعتزال من 4 سنين او 5 سنين، يعني حسيت ان الدنيا مش ماشيه كالمعتاد، يعني في لخبطه. فانا بحب احترم نفسي واحب احترم تاريخي، بيبقى نفسي اخدم بلدي زي ما حصل يعني السنه اللي فاتت. باشمهندس ياسر كلمني عشان البطوله في مصر، فطبعا كان نفسي ارجع واحضر والعب. قلت له طبعا مفيش مشاكل خالص، بس كان عندي اصابه في ركبتي مخلص بعد ماتشات الدوري والكاس. حاولت الحق وقعدت مع مدير فني، اتكلمت معاه واتكلمت مع باشمهندس ياسر وحاولت الحقهم. طبعا ما حصلش نصيب، بس الحمد لله بامين يعني ربنا كرمهم. بس النيه طبعا، بدل انت هتخدم منتخباتك دي طبعا دي مهمه بالنسبه لنا. زي ما انت قلت يعني احنا واخدين افريقيا من 2005 2015، بترجع 2017 2019 بعيد عنك، 21 بعيد عنك، بترجع 23 تاخدها تاني. احنا مش عاوزين على كده خلاص، احنا حطينا نفسنا وتارجتنا نفسنا يبقى احنا اول، عايزين نكمل. عندنا لعيبه محترمه، عندنا خامات محترمه، الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا واتقينا كمان اولمبيات، فحاجه كويسه جدا ومحترمه. بعد الاتصال مع المهندس ياسر قمر ما فكرتش ترجع بقى من الاعتزال الدولي؟ والله انا كنت مفكر ارجع، يعني ارجع الفتره دي اخدم انا، عشان يعني زي ما تقول يعني مش شايف مصر في مكان احسن من كده، شايف اللعيبه دي تستحق اكتر من كده، شايف اللعيبه دي ما ينفعش نخسر. ده اللي خلاني ان انا اوافق ارجع، يعني بغض النظر بقى اكون موجود في الاولمبيات مش في الاولمبيات، بس انا كان نفسي يعني عشان ترجع تاني تبقى منتخب افريقيا، كانت دي اهم بطوله لازم نرجع بيها اللي هي كانت في مصر. فدي انا كنت نفسي العب فيها واشارك فيها عشان نكسب، وبعد كده يعني تمشي بقى الدنيا يعني. بس يعني كان هيبقى برضك ممكن ارجع بعد كده اقول لك لا خلاص انا مش عايز دوري، بس البطوله دي بالذات انا كنت مترجتها اكون موجود مع اللعيبه طبعا عشان نكسب. لكن حاليا كابتن عبد الله ما بيفكرش في لا خلاص بقى، الحمد لله رب العالمين كده حلو قوي، الحمد لله رب العالمين، مصيره محترمه وادينا بشكل كويس وخدمنا بشكل كويس، فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يبارك بقى في الشباب الموجود.